أهلا بكم في حلقة جديدة من زوايا الحدث نخصصها لإعلان التحالف بدأ تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق الرياض. دخلت قوات حكومية إلى مدينتي زنجبار وجعار في أبيان تنفيذا لاتفاق الرياض. قال مراسل قناة بلقيس إن القوات دخلت زنجبار وجعار بعد تنفيذ انسحابات من مناطق شرق زنجبار. وكان مصدر عسكري قال إن قوات لواء التاسع صاعقة التابعة للانتقالي أخلت بعض مواقعها في منطقة الشيخ سالم شرقية زنجبار تزامنا مع إخلاء قوات الحماية الرئاسية لبعض مواقعها في شقرة. وأشار إلى أن عملية الانسحابات ستكون بشكل تدريجي لمدة أسبوع، حيث سيتم تجميع القوات في أماكن متفق عليها قبل الدفع بها إلى جبهات القتال مع ميليشيا الحوثي. من جهته أكد رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات عيدروس الزبيدي أكد مواصلة دعم المحاولات السعودية لتنفيذ اتفاق الرياض رغم ما وصفها بالتصرفات الصادرة عن الشرعية. يأتي ذلك في وقت أعلن فيه التحالف بدء تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق الرياض وسط تأكيدات بإعادة انتشار القوات الحكومية في محافظة أبيان. نتوقف عند هذه التطورات لنناقشها في محورين: مدى جدية الأطراف اليمنية والتحالف في تنفيذ اتفاق الرياض، وهل الأوضاع الميدانية ملائمة للمضي قدما في تنفيذ اتفاق الرياض؟ قبل النقاش نذهب لمشاهدة هذا التقرير ومن ثم نعود. تهديد ووعيد وتلميحات من جانب الانتقال بعلاقة وثيقة مع الراعي الأمني السعودي الجديد المهيمن في العاصمة السياسية اليمنية المؤقتة عدن. في ظل جمود استمر شهرين لمسار اتفاق الرياض المهدد بالفشل، أطل عيدروس الزبيدي من منبر ما تسمى الجمعية الوطنية الجنوبية متحدثا حول آفاق اتفاق الرياض المتعثر منذ شهرين، ومحملا كعادته الجانب الحكومي المسؤولية عن هذا التعثر، ومبديا الاستعداد للعمل مع الجانب السعودي في معزل عن موقف الحكومة الشرعية من هذا الاتفاق على حد زعمه. نؤكد أننا داعمين كل الجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية لمحاولة تنفيذ الاتفاق رغم أن التصرفات التي تقوم بها الشرعية وآخر. العلمان السعودي والإماراتي حضر بقوة في هذه القاعة جنبا إلى جنب مع العلم الذي يرفعه الانفصاليون لدولتهم الموعودة في اجتماع لم يكن مخططا من قبل. الحضور الإعلامي في هذه القاعة يكاد يقتصر على وسائل الإعلام الإماراتية وتلك التي تدعمها الإمارات لخدمة المشروع الانفصالي، في دليل لا يقبل الشك على أن التحالف أو بعضه على الأقل ماض في التمكين السياسي للأطراف المناهضة للدولة اليمنية ووحدتها واستقرارها في جنوب اليمن كما في شماله. يلوح الزبيدي مجددا بمواجهة محتملة مع الحكومة كما جاء في كلمته، وكما هي العادة تأتي تهديدات رئيس الانتقال محمولة على ادعاءات بالانتصار للشعب الجنوبي الذي يرزح تحت وطأة ظروف معيشية صعبة وكأنه في جزيرة معزولة ضمن بحر المعاناة الذي يغرق فيه جميع اليمنيين بلا استثناء. الممارسات الاستعراضية للمجلس الانتقالي وأنصاره تتزامن مع إعلان من جانب ما يسمى تحالف دعم الشرعية عن البدء في تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق الرياض بين الحكومة والمجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات. أكد التحالف في بيان الله أنه قد تم إطلاق 38 محتجزاً من الطرفين بسبب الأحداث التي نجمت عن انقلاب 10 أغسطس ضد السلطة الشرعية وامتدت من عدن إلى كل من محافظتي أبين وشبوة، ولم يزد عن الحديث حول إطلاق سراح هؤلاء الأسرى. لكن مصدراً حكومياً صرح الثلاثاء بأن وحدات من الجيش الوطني نفذت أول انسحاب لها من مديرية ومدينة شقرة جنوب شرق محافظة أبين للتمركز في المناطق المتاخمة لمحافظة البيضاء على إثر جهود بذلتها لجنة عسكرية سعودية زارت المدينة خلال اليومين الماضيين. وفي المقابل سيسحب الانتقالي كامل قواته من محافظة أبين، وذلك بموجب مصفوفة الانسحابات العسكرية المتبادلة التي تضمنها محضر الاتفاق الجديد الموقع بين الحكومة والانفصاليين. إذن أرحب بضيفي الموجودين على الهاتف، من العاصمة المؤقتة عدن الصحفي ياسر اليافعي، ومن لندن المحلل السياسي دكتور محمد جميح. لكن البداية مع الصحفي ياسر. سيد ياسر مساء الخير.
إذا يبدو أننا فقدنا الاتصال مؤقتا، لكن بالعودة إلى لندن سيد محمد جميح لو تسمعني. نعم أسمعك. مرحبا بك. أهلا وسهلا. دكتور محمد، بداية، ما هو تقييمك لإعلان التحالف بدء تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق الرياض؟ هل يعني ذلك أن مراحل تنفيذ الاتفاق تسير بالشكل الصحيح؟ أنا بعد التحية لك وللضيف الكريم والمشاهدين، أعتقد أن الاتفاق هو أنسب ما يمكن أن يكون، بمعنى أبدع الممكنات المتوفرة والمتاحة والتي يمكن تحقيقها. صحيح أنه يعني ترى في الأطراف أنه ليس مثاليا، لكن في الأخير هو اتفاق يمكن حتى في حده الأدنى أن يحفظ الأمن والاستقرار للمواطن في عدن ولغيرها من القوات المحررة، وهذا هو أهم مكسب من هذه المكاسب. ومع ذلك فإن التصميم الذي يبدو من خلال إيجاد آلية تنفيذية يمكن أن تسمى آلية تنفيذية الاتفاق الأخير، هو آلية تنفيذية لاتفاق الرياض الذي نص على انسحابات متزامنة وعلى تسليم الأسلحة، نفذ من ذلك طبعا انسحابات في بعض المحاور الأمنية والعسكرية، وكذلك تم القيام بحصر بعض الأسلحة الثقيلة والمتوسطة في بعض المعسكرات في عدن. طبعا لابد أن نشهد يعني خلال تنفيذ الاتفاق بعض الشكاوى من هنا وهناك وبعض الاتهامات المتبادلة من هنا وهناك، لكن في حقيقة الأمر يبدو أن الرياض جادة في تنفيذ هذا الاتفاق، لأنه من وجهة نظري ترى الرياض بأن هذا الاتفاق هو نجاح دبلوماسي لها، وبالتالي لا يمكن أن تفرط في هذا النجاح، خاصة وأن الحرب وصلت إلى طريق متعثر حتى لا نقول مسدودا فيما يخص بقية المناطق الأخرى التي لا تزال خاضعة لسيطرة الحوثيين، وبالتالي فإن هذا الاتفاق يمكن أن يكون نجاحا يغطي على بعض القصور الذي كان بموجبه بقاء بعض المحافظات تحت سيطرة الحوثيين. تحدثت عن نقاط مهمة يجب الخوض فيها والحديث فيها بالتفصيل حول ما يخص البنود الخاصة بإحلال القوات المسلحة وتسليم السلاح والدمج تحت قيادة وزارة الداخلية والدفاع، برأيك هل ستكون هذه المهام يسيرة التنفيذ برأيك، خصوصا بعد الأخبار التي تحدثت، أنت أيضا تناولتها كاتهامات، تحدثت عن رفض الانتقالي تسليم السلاح الثقيل؟ نحن نتوقع أن يكون شيء من ذلك، نتوقع أن يكون شيء من المماطلة، نتوقع أن يكون شيء من الاتهام والاتهام المتبادل، وأن يحاول أو تحاول بعض الأطراف تنفيذ الاتفاق بحده الأدنى لأجل الاحتفاظ ببعض المكاسب التي تحصلت عليها بعد الأحداث السيرة على عدن، لكن أنا أتوقع أن التصميم الذي يبدو حتى هذه اللحظة من قبل الإدارة السعودية على تنفيذ الاتفاق يبدو جادا، وبالتالي لا أعتقد أن الاتفاق يمكن أن يفشل، كما أنني لا أعتقد أنه يمكن أن يطبق بصورة مثالية كي نكون واقعيين، يعني يصعب، ربما يصعب في حال حصر الأسلحة التي تم الاستيلاء عليها، يعني هناك كثير من المخارج التي يمكن أن تكون بأن هذه الأسلحة دمرت أو أنها استهدفت أو ما إلى ذلك، لكن في الأخير يعني لا توجد اتفاقات تطبق بشكل تام، خاصة إذا كانت هذه الاتفاقات تخص الجوانب الأمنية والعسكرية، لكن الشيء المهم أن الاتفاق ينفذ ولو في حده الأدنى أو حده المتوسط، ثم بعد ذلك تبنى الثقة من خلال تشكيل الحكومة، ويمكن أن توكل كثير من المهام الأمنية والعسكرية إلى هذه الحكومة. الاتفاق واضح طبعا بأن تدمج جميع الميليشيات ضمن وزارة الداخلية، وأن تدمج جميع أيضا القطاعات العسكرية ضمن وزارة الدفاع، وبالتالي هذا مكسب كبير للدولة اليمنية وللشرعية اليمنية، وكذلك مكسب للانتقالي بإدخال يعني عناصر موالية له ضمن بنية المؤسسين الأمنية والعسكرية، لكن مع مراعاة أن الإدارة التي ستكون فيما بعد هي إدارة الدولة اليمنية، إدارة المؤسسة الشرعية، وبالتالي الاتفاق كان واضحا بأنه يجب أن لا يبقى أي سلاح خارج سيطرة الدولة، هذا نص واضح، ولا تبقى أي ميليشيا خارج سيطرة
الدولة. هذه كلها في مجملها مكاسب ينبغي الحفاظ عليها وينبغي العمل على تحقيقها وعدم إجهاضها. أما فيما يخص يعني عدم تنفيذ الاتفاق تأثيره، كان بعض الاتهامات التي تقول بأن الانتقالي نقل بعض الأسلحة وأنه خبأ أسلحة أخرى في عدن أو في غيرها، فهذا شيء متوقع طبعا، لكن مع الاستمرار الإصرار على تنفيذ الاتفاق أنا أتوقع أن تسير الأمور بشكل جيد باتجاه تشكيل الحكومة التي كان الانتقالي يصر على أن تشكل قبل أن تطبع الأوضاع أمنيا في عدن أمنيا وعسكريا، لكن يبدو أن الاتفاق سوف ينفذ مرحليا ويبدأ بالشق الأمني والعسكري، ثم يأتي بعد ذلك الشق السياسي المتضمن تشكيل الحكومة من الطرفين من الشرعية ومن مجلس الانتقالي. بداية حديثك أشرت إلى الرياض كثيرا، ما قادني إلى هذا السؤال، من بيده برأيك إنجاح الاتفاق أو عرقلته؟ هل هي الرياض؟ طبعا الرياض هو اتفاق الرياض، وبالتالي الرياض معنية في إنجاح هذا الاتفاق، لكن أنا أعتقد أن الرياض لا تستطيع الاتفاق ما لم تكن أطراف اليمنية يعني مسؤولة أيضا وتعي مسؤوليتها التاريخية أمام بلادها وأمام مواطنيها. كذلك أعتقد أن الاتفاق يمكن أن ينفذ ما لم يكن هناك أيضا دعم إماراتي، لأنه نعرف جميعا ليس من قبل إذاعة الأسرار العلاقة المتينة والوطيدة بين المجلس الانتقالي والإماراتيين الذين طبعا أشرفوا على كثير من المهام الأمنية والعسكرية للمجلس، وبالتالي لا يمكن أبدا عقلا ومنطقا أن نتصور أن الاتفاق يمكن نفذ ما لم تكن هناك أيضا يكون هناك تعاون إماراتي مع الرياض ومع جهود الحكومة اليمنية. أرجو أن تبقى معي دكتور محمد. ينضم إلينا من العاصمة المؤقتة عدن المحلل السياسي عبد الرقيب الهدياني. سيد عبد الرقيب مساء الخير. سيد عبد الرقيب لو تسمعني مساء الخير. يبدو أننا فقدنا الاتصال أيضا. أعود لضيفي دكتور محمد جميح. دكتور محمد هل تسمعني؟ نعم. دكتور محمد، قبل يومين تحدث نائب رئيس الوزراء في مقابلة مع وكالة سبوتنيك الروسية عن تعديلات طرأت على الاتفاق، برأيك ما هذه التعديلات؟ يعني أنا لا أتصور أن التعديلات يعني جوهرية، ربما كانت هذه التعديلات لأنه لم يصر بهذه التعديلات، هذه التعديلات ربما كانت فيما يخص الإطار التنفيذي، بما يخص الآلية التنفيذية، وربما يخص مرحلية الاتفاق ومواعيد الاتفاق، وربما كما ذكر أن عندما تم الاتفاق كان الحديث نظريا، لكن عندما نزل هذا الحديث النظري على أرض الواقع تطلب نوعا من المرونة في تعديل بعض الأشياء التي أعتقد أنها يعني شكلية لا تمس جوهر الاتفاق. جوهر الاتفاق هو كالتالي: أن تكون الدولة اليمنية حاضرة في المناطق المحررة، هذا هو جوهر الاتفاق. بقية الأشياء هي تفاصيل: الجانب الأمني والجانب العسكري، السلاح، الانسحابات المتبادلة، تشكيل الحكومة، هذه كلها مظاهر لحضور الدولة اليمنية التي نشهدها جميعا في المناطق المحررة، وبالتالي حسب الاتفاق يتم بعد ذلك الانتقال من مرحلة حضور الدولة في المناطق المحررة إلى مرحلة يعني حسب الاتفاق نقل القطاعات العسكرية إلى جبهات القتال مع الحوثيين. أرجو أن تبقى معي في محاولة للحديث مع الصحفي ياسر اليافعي من عدن. سيد ياسر هل تسمعني؟ سيد ياسر مساء الخير. أسمعك بوضوح. نعم مساء الخير. تفضلي. اليوم التحالف سيد ياسر، اليوم التحالف يعلن عن بدء تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق الرياض، هل يعني ذلك أن المرحلة الأولى تم الانتهاء منها تماما؟ وما الذي تحقق عدا عودة رئيس الحكومة منها؟ الرقم الذي تتصلون به لا يمكن. يبدو أننا فقدنا الاتصال أيضا. نعود إلى ضيفنا في لندن دكتور محمد، هل تسمعني؟ هل ما زلت معي؟ نعم. سيد محمد أعتذر منك، لكن ما هو تقييمك لموقف أطراف الاتفاق، أقصد الشرعية والانتقالي، من تنفيذ بنود هذا الاتفاق؟ لا يوجد أبدا، لا يوجد طريق آخر، لا يوجد طريق آخر إلى تنفيذ الاتفاق. وكانت تصريحات رئيس الوزراء السابق الدكتور أحمد زيد بن داغر كانت واضحة، أنه
لا مجال هذه المرة لل يعني لطريق آخر لمراوغة أو لالتفاف أو لعدم تنفيذ. لابد أن ننفذ الاتفاق. يبدو أنهم وعلى رأس لجنة رئاسية للإشراف على تنفيذ الاتفاق يبدو أن لديه تأكيدات بأن الاتفاق سوف ينفذ، ولذلك يعني بدأت المراحل التنفيذية. لا يمكن أبدا أن نتصور أن هذا الاتفاق هو خسارة لهذا الطرف أو ذاك. لماذا يكون خسارة؟ بما أن كل الأطراف رائحة. يعني إذا ما أخذنا بالاعتبار تأجيل المشاريع التي يتغيرها المجلس الانتقالي فيما يخص إقامة دولة في الجنوب، هذه المشاريع لم يتطرق إلى الاتفاق، وبالتالي التطرق إليها يتم عبر استعادة الدولة. عندما استعادة الدولة، لأنه في الواقع لا يمكن أبدا لأي يعني مجموعة بشرية في وطن ما أن تحقق تقرير مصيرها إلا بعد أن من خلال دولة ومن خلال البرلمان ومن خلال الحكومة توافق على هذا الحق ومنح هذا الحق، لأن هذا الحق حسب الدستور وحسب القوانين الدولية هو يمنح من خلال البرلمان اليمني والإذن بذلك. وبالتالي لابد أن تستعاد الدولة. حتى الذين يريدون دولة في الجنوب لابد لهم في طريق استعادة دولتهم السابقة أن يستعيدوا الدولة اليمنية، لأنها هي السبيل الوحيد لاستعادة هذه الدولة من طرف المجتمع الدولي. المجتمع الدولي لن يعترف إلا بطريق الدولة اليمنية إذا ما أراد الإخوان استعادة دولته. ومع ذلك هذا الاتفاق لم يتحدث عن تلك المشاريع، إنما تحدث بوضوح عن استعادة الدولة، حضور الدولة في المناطق المحررة، تحدث عن نقل القوات إلى مناطق سيطرة جبهات القتال عفوا، تحدث عن دمج الميليشيات، تحدث عن حضور الحكومة، تحدث عن تشكيل حكومة يكون فيها المجلس الانتقالي حاضرا ومنفذا ومشرفا كذلك. هذا هو الأصل. بما أن المجلس الانتقالي فصل فيما يتحصل عليه على جانب مهم وهو جانب الشرعية، لأنهم سيصبحوا ضمن هرم الشرعية، سيصبحوا ضمن جسم الشرعية. سنتحدث أيضا عن موقف وخطاب عيدروس الزبيدي اليوم، لكن نحاول أيضا الاتصال لعدن. ينضم إلينا المحلل السياسي عبد الرقيب الهدياني، اللي كنت تسمعني سيد عبد الرقيب. مساء الخير، أهلا وسهلا. أخيرا مساء الخير عبد الرقيب الهدياني. سيد عبد الرقيب، ما هو تقييمك لآخر مستجدات اتفاق الرياض؟ إلى أين وصل تنفيذ الاتفاق بمراحله؟ بداية التحية لك وللمشاهدين ولضيفك الدكتور جميح. يبدو أننا الآن أمام فصل جديد وجاد من خلال متابعاتنا للأيام الثلاثة الماضية. رأينا يعني تسريع في وتيرة تنفيذ الشق العسكري، رأينا انسحاب ألوية عسكرية من أبيان، تسليم بعض الأسلحة في عدن، عودة أعضاء الكتائب من شقرة باتجاه عتق وباتجاه مأرب. هناك جهود تقوم بها اللجنة المكلفة بموجب اتفاق الرياض وتمارس أعمالها بشكل دائم. يعني هناك يعني تفاؤل كبير يسود على الأقل هنا المتابعين والمواطنين في عدن إلى بما يعني عودة الأمن والاستقرار ونزع فتيل التوتر الذي عانت منه عدن وأبيان وشبوة خلال الأشهر الماضية منذ أحداث أغسطس والحرب التي شنها المجلس الانتقالي على الدولة. اليوم رأينا يعني قدرا من التفاعل وقدرا من الخطوات. انسحبت ألوية المجلس الانتقالي من أبيان ومن أطراف جنبار اللواء التاسع صاعقة وهو يتبع المجلس الانتقالي، خرج بالأمس من أبيان واتجه إلى عدن، وحسب ما هو متعارف عليه أنه سينقل إلى الساحل الغربي. أقول أن هناك خطوات جادة جادة كما قلت. أرجو أن تبقى معي سيد عبد الرقيب، أرجو أن تبقى معي، لكن أعود عودة أخيرة للدكتور محمد جميح من لندن. دكتور محمد، لو تسمعني، في خطابه قال رئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي اليوم أنهم يعملون على دعم محاولات تنفيذ الاتفاق، ما بين قوسين قال رغم التصرفات الصادرة عن الشرعية. برأيك ما هي هذه التصرفات التي يشير إليها؟ إذا أوجه نفس السؤال إلى المحلل السياسي عبد الرقيب الهدياني. سيد عبد الرقيب، كيف تقرأ تصريحات رئيس المجلس الانتقالي وإبداء ملاحظات على الشرعية وأدائها في اتفاق الرياض؟
طبعا تصريحات الرئيس المجلس الانتقالي يجب علينا ان ناخذها في اطارها. المجلس الانتقالي وطوال شهرين منذ توقيع اتفاق الرياض يعني اقام الكثير من العوائق ورفض تنفيذ هذا الاتفاق. يعني هناك تجنحات داخل المجلس الانتقالي، هو اليوم يحاول ان يمتص عيدروس الزبيدي، يحاول ان يمتص قدرا معقولا من الغضب الذي يلاقيه من اطراف المجلس الانتقالي. هناك استقالات لقيادات عسكريه، بالامس استقال قائد يعني الويه الدعم والاسناد، القائد العام لالويه الدعم والاسناد بالحزام الامني، رفضا لهذه الخطوات، يرفض تسليم السلاح. كذلك يحاول عيدروس الزبيدي ان يمضي في اتفاق الرياض موقف تعهدات وتوقيع يعني امهره المجلس الانتقالي. وهناك ضغوط تمارسها الامارات على المجلس الانتقالي، طبعا هذه الضغوط لم تاتي اليوم الا بعد تدخل امريكي حسب معلومات الى الامارات بضروره تسليم هذا السلاح الممتلك من ايدي الميليشيات، والتي تسبب بيد الكثير من الحوادث والحروب، ويعني جعل من عدن وابين وشبوه ساحه حرب مفتوحه ويعني صراعات وتوترات لن تستفيد من هذا الواقع الا الجماعات الارهابيه وغياب الامن والاستقرار الذي سيهدد عدن والمنطقه وباب المندب والمنطقه برمضها. تصريح جرج الزبيدي ومحاوله للمواءمه بين ذهابه في تنفيذ اتفاق الرياض وبين امتصاص الغضب لبعض الرافضين من داخل المجلس الانتقالي. طبعا الا تعتبر هذه العباره والتصريح اساءه للطرف الاخر من طرف الانتقالي، حيث انه من بين بنود الاتفاق كان ايقاف الحملات الاعلاميه المسيئه؟ طبعا لم يتوقف المجلس الانتقالي ولم ينضبط في هذا الجانب، وظل قادته واعلامه وناشطه يكيلون التهم ويصعدون اعلانيا. يعني هو يمكن ان نقول ان المجلس الانتقالي عباره عن مكون غير منضبط ولا يستطيع حتى ان يسيطر على اعضائه. سمعنا تصريحات حتى من الامين العام المساعد من القائم باعمال المجلس الانتقالي فضل الجعدي، تصريحات غير مسؤوله تجاه الشرعيه وتجاه قياداتها. حتى عيدروس الزبيدي بالامس قال كلاما غير مفهوم عندما تحدث وقال أن السلاح الثقيل لم يعد، قال أننا لا نمتلك سلاح بالضبط حول هذه النقطة. سيد عبد الرقيب، حول هذه النقطة تماما، هناك اتهامات لقوات المجلس الانتقالي بتهريب السلاح وتخزينه في الضالة وتسليمه أيضا وبيعه لمسلحين في الضالة ولحج، أنت كيف تقرأ هذه الاتهامات؟ عيدروس الزبيدي وعقد إسقاط عدن في أغسطس العام الماضي قال بكلمة متلفزة أنه حصل على ترسانة عسكرية ضخمة من معسكرات الحكومة الشرعية، وقال بلسان حاله أن هذه القوة يعني يستطيع من خلالها أن يحارب الحوثيين لعام كامل ولا يحتاج للتحالف. اليوم يقول لنا كلاما مغايرا أنه لا توجد أسلحة ثقيلة لدى المجلس الانتقالي، وأن هناك بعض الأسلحة وهي في جبهات الضالع والساحل الغربي، وجميعنا يعلم أن هذه الأسلحة مرصودة ومعروفة وفي معسكرات الحكومة الشرعية، وسيطر عليها المجلس الانتقالي ونقلها وخزنها إلى مناطق قيادة. إذن رغم الجدية والنية الحسنة التي تحدثت عنها بداية اللقاء سيد عبد الرقيب، هل يعني ذلك أن هناك نوايا مبيتة لإفشال الاتفاق هذا؟ باختصار أرجوك. يبدو أننا اليوم أمام جدية وخصوصا من الجانب السعودي، ولكن هناك محاولات للهروب من استحقاقات الاتفاق نراها وتظهر على شكل تصريحات وإنكارات على لسان عيدروس الزبيدي، لكن أعتقد أن اليوم الأمر مختلف. هناك تصريحات مقال أصدره قبل قليل رئيس الوزراء السابق أحمد بن بندغر، وتحدث عن يعني جمع جدية تجري الآن بجمع الأسلحة، وقال أنه لابد من استعادة اليمن وعودة الأمن والاستقرار إلى عدن وهذه المحافظات، ولا مفر من تنفيذ اتفاق الرياض بكامل بنوده
وحتى يتحقق لعدن وللمحافظات المجاورة الأمن والاستقرار، وتحشد كل القوات لمواجهة الخطر الكبير وهي ميليشيات الانقلاب في صنعاء. إذن الصحفي والمحلل السياسي عبد الرقيب الهدياني كنت معي من عدن، أشكرك جزيل الشكر. كما أشكر ضيفي من لندن المحلل السياسي دكتور محمد جميح. مشاهدينا نكتفي بهذا القدر، شكرا لحسن متابعتكم، هذه تحياتي وتحيات معد الحلقة ماهر أبو المجد وكل الطاقم، إلى اللقاء.